قررت رئيس الجمهورية قيس سعيد بتفعيل الفصل 80 وإنهاء العبثية السياسية والديمقراطية المتعفنة وإعلان الحرب القضائية على لوبيات الفساد وإلغاء الحصانة التي تستر خلفها بلاطجة السياسة الذي تم استخدامهم من قبل راشد الغنوشي في تشويه خصومه، حماطة اللثام عن غول الفساد والتطبيع مع الإرهاب الذي سقطت فيه الدولة التونسية. لن تتوقف قرارات قيس سعيد عند عزل حركة النهضة في الشارع التونسي فقط، لكنها ألقت بظلالها على البيت الداخلي للنهضة وأدت لتفجر الخلافات والانشقاقات داخل الحركة الإخوانية التي تعاني من تأزم وخلافات على مدار السنوات الماضية. ينكشف للجميع زيف الرواية التي تقول بأن الحركة هي حركة ديمقراطية في الداخل وحركة مؤسسات وتدار عبر الشورى بين أعضائها. نجح راشد الغنوشي الاستحواذ على القرار السياسي للحركة طيلة 40 سنة عبر احتكار شريان المال والإعلام، لكن خيار الغنوشي في الترشح لرئاسة البرلمان وإسقاط حكومة الفخفاخ من أجل عيون نبيل القروي والتمسك بهشام المشيشي رغم كل الفشل والانتقادات في محاولة للي ذراع رئيس الجمهورية قيس سعيد، مرورا بمطالبة عبد الكريم الهاروني ب 3000 مليار والبلاد تنزف، وصولا إلى تهديد التونسيين بالنزول إلى الشارع والحرب الأهلية والاستقواء بالخارج وفتح باب التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية، فتح حرب التموقع وحرب خلافة الغنوش. فالشق الذي يلعب دور الضحية ويتصنع البراءة يريد إزاحة الغنوشي ومسح كل المسؤولية فيه في محاولة لإعادة النهضة في جبة أخرى. ومع حديث عن تأجيل مجلس شورى حركة النهضة بقرار من راشد الغنوشي في محاولة لكسب الوقت وتجنب قرار عزله وحل المكتب التنفيذي للحركة، هي محاولة لكسب الوقت لعله يحدث تطور على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي يعيد الغنوشي والدائرة المقربة منه إلى موضع قوة في الحركة. في مقابل الجناح الذي يستغل ما حصل يوم 25 جويلية لمحاولة تنحية الغنوشي ومسح كل الفشل اللي صار على مدى 10 سنوات في شخصه، ومحاولة البحث عن خرم إبرة صغير يعودون من خلاله إلى الساحة السياسية، ومواقفهم لم تبنى على مراجعة ذاتية أو نقد أو اعتذار للشعب التونسي، بل هي انتهازية وحرب لإعادة التموقع والعودة والتلون من جديد. أما ائتلاف الكرامة الذي وعد التونسيين بحماية الثورة واستعادة البترول والملح وطرد السفير الفرنسي لنجده بعد الانتخابات يتحالف مع نبيل القروي ويتغنى بابتسامة سميرة الشواشي، بعد قرار رفع الحصانة عن النواب يجد نفسه اليوم عاريا بالكامل أمام سيف وسلاح القضاء والقانون. سيف الدين مخلوف الذي كان يهدد رئيس الجمهورية علنا ويقول له كان عندك ريح ذري 10 هو اليوم مو مطلوب للعدالة. فقد كشفت منظمة أنا يقظ تفاصيل عن قضايا عدد من نواب البرلمان والأحكام الصادرة في شأنهم تتعلق بمخلوف قضيتين. الأولى هي الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي ومحكوم فيها ب20 شهر سجن. أما القضية الثانية فهي التهرب الجبائي ومحكوم فيها ب260 ألف دينار، بالإضافة إلى ما يعرف بغزوة المطار وقضية الاس دي سيت وتوسطه وتدخله لحماية زوجة إرهابي ممنوعة من السفر. أما ماهر زيد فيواجه تهمتين، فالقضية الأولى هي اختلاس ومحكوم ب4 سنوات سجنا، والثانية هي إساءة لرئيس الجمهورية ومحكوم ب2. غرار العفاس التي تتعلق به جرائم إرهابية والمتورط في تسفير الشباب إلى سوريا والدعوة إلى الجهاد، والذي أخرج أطفاله ليتباكوا عليه يوم اعتقاله متناسيا آلاف أطفال أمهات تونس، الذي ألقى بأبنائهم في جحيم الحرب الأهلية السورية. مرورا بالمحامي مهدي زقروبة والمتورط فيما يعرف بقضية غزوة المطار المتعلقة أيضا بالنائب المجمد سيف الدين مخلوف والمتحصن بمكتب عميد المحامين بالمحكمة الابتدائية بتونس رفضا لإحالته على القضاء العسكري فيما يعرف بقضية اقتحام المطار. النائب الفار المجمد راشد الخياري الذي كان قد اتهم رئيس الجمهورية بالخيانة والعمالة ليغيب لمدة أشهر ثم يعاود الظهور ليستفز رئيس الجمهورية من جديد بلايفواته
من داخل المجلس بعد صدور برقية جلب فيه من القضاء العسكري، ثم بلايفوات من منطقة قرطاج القريبة من القصر في تحدي واضح لمؤسسة الرئاسة ولمؤسسات الدولة، واللي أصبح يناشد في منظمات حقوق الإنسان وفي سفارة أمريكا وتركيا لنجدته. قرار رفع الحصانة هو الإعلان عن الموت السياسي لما يعرف بائتلاف الكرامة، فأغلب نوابه محل تتبع قضائي أو صادرة في حقهم أحكام باتة وائتلاف الكرامة، وزعيم سيف الدين مخلوف اللي كان يهدد في التونسيين بالإعدام في حال خروجهم ومطالبتهم بتغيير النظام اللي تمعش واستكرشوا وعملوا منه الملايين بعد ما سخروا أنفسهم في خدمة شيخ حركة النهضة راشد الغنوشي وأجنداته. هم اليوم يتباكون عن الديمقراطية ويتحدثون عن انقلاب ويواصلون تحريضهم على رئيس الجمهورية أملا في أن تتكرم عليهم الولايات المتحدة الأمريكية وتعيد إليهم ديمقراطيتهم وبرلمانهم المتعفن. أما المخاض التي تعيشه حركة النهضة فهو مخاض انتهازي وحرب لإعادة التموقع وتصفية الحسابات الداخلية ومحاولة الانتشار والتوسع من جديد. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة باش يصلكم كل جديد، وشكرا. أخبار، سياسة، تقنية، محتوى مختلف بنظرة شبابية تونسية. عالم أميرة، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.